ندعو الوقوف بعيدة فصل إذكاراً لأرواح الشهداء. شهداء أبدوا بالمعنى اليوم. نبيكم من الجباكة أزاد خيراتنا تباهي ميوان دلال مالبال وريها والن هجابكم. دديروك يدا يكجي سدمك ريدا يدا سلاداري بهساني چام إرادای گلان تنه به حسیبنه گرنگ ندائینا پرورده یا جواکیه. بداية طبعا تأسیس الكومین مر على السنة بمرور السنة على هذا التأسیس. طبعا هو بالأساس الكومینات موجودة، لم تكن الكومینات تلعب دورها، فتم تأسيس عقل الكومين الذي سيلعب دوره الريادي ضمن الكومينات التي كانت قد تم تأسيسها منذ الماضي. ومن نحاول رفع الظلم عن أهالي، فوقوف المرأة والشبيبة ومكونات هذا المجتمع نحن نعيش اليوم في ازدهار وأمان واستقرار. والسلام عليكم. شحمون مرغدي شهيدان، مرغدي شهيدان، أبجيني شهيدان، زورك شهيدان، سنساقين وزن راستين أب حاضر بنما توبكين ملوي داري بكلا شهيد أبو هر كسر زاني تشتي هري بها جيبوي ما أم جيان بكين جيانك آزاد سرفراز كلب شهيدان. العادات والتقاليد الاجتماعية وعلى هذه الأساس ينظم الكومين نفسه في تقبيض ريسبي وريفها. شعار الكومين هي شجرة لها جذورها وأوراقها، وتعني اليد المتماسكة بكل أعضائها وتمثل كل أطياف المجتمع. قبول قرارات الأغلبية إذا الكومين هي جهة مكونة بذاتها ولا يحق لأي جهة أخرى التدخل في قراراتها أو فرض إراداتها عليها. المجتمع الحر في 15/8/2018 وبلغ العدد الكامل 174 فردا من اعضاء كومين المجتمع الحر، والعدد الذين لم قطعوا 14 شخص. كما تم الاتفاق على ثلاث دورات لتعليم الموسيقى والغناء. كان اليوم ضمن الاجتماع هذا رقابة الإدارة المقابلة لشهد الاشتراك الزراعي. شيخ عباس مين بيخترق الشيخ عباس لرئاسة المشاركة لكم المجتمع؟ نورس كرئيس مشارك لكم المجتمع. أهلا بكم. أن نبدأ بعمل من جديد بفعالية وعلى أساس أسس جديدة من أجل ترتيب من جديد هذا الكومين، هذا الكومين المجتمع الحر. تمام، نحاول أن يكون يمثل الجميع.